الإكثار من لعن الشيطان هو أمر مشروع؟ لا، ما لعن الشيطان ما له فائدة. الشيطان إذا لعنه الإنسان يفتخر بهذا، يقول أغضبت ابن آدم، أغضبت ابن آدم. الشيطان ملعون بدون أنك تلعنه، ولكن تعود من الشيطان. اسعى، المشروع أنك تستعيذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واترك ما يأمرك به وافعل ما ينهاك عنه، لأنه ينهى عن الطاعة ويأمر بالمعصية. نعم، هذا ما يعامل به الشيطان. أما اللعن فهو ملعون، ما تزيده شيئا، بل يفرح ويقول أغضبت ابن آدم. نعم.